روح الإخاء والود المتبادل بين جلالة الملك المعظم وفخامة الرئيس المصري، وما يجمع بينهما من علاقة أخوية وثيقة. وركزت مباحثات القائدين الكبيرين على العلاقات الأخوية التاريخية المتميزة بين البلدين الشقيقين، وتناولت مسار علاقات التعاون المشترك وما وصل إليه من مستوى متقدم يعكس الحرص المتبادل على الارتقاء به وتطويره إلى مستويات أشمل لكل ما من شأنه خدمة مصالح البلدين والشعبين الشقيقين. واطلع الجانبان على آخر مستجدات الاستثمارات المشتركة والتبادل التجاري بين البلدين الشقيقين، معربين عن تطلعهما للمزيد من التعاون في المجال المصرفي والاقتصادي والتجاري عبر إنشاء المنصات المشتركة للاستثمار وتكثيف الزيارات للوفود الاقتصادية والتجارية من القطاعين العام والخاص. وأبدى الجانبان اهتمامهما بتكثيف التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتنموية وفتح آفاق جديدة تلبي المصالح المتبادلة وبما يعود بالخير والمنفعة على البلدين والشعبين الشقيقين. وبحث الجانبان تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والتحديات التي تواجه دول المنطقة، وأكد على دعمهما للجهود الرامية للتوصل إلى حلول سياسية دائمة لكافة الأزمات في دول المنطقة، وتعزيز تعاونهما المشترك لإرساء دعائم السلم والاستقرار والازدهار لصالح جميع دول وشعوب المنطقة. وفي هذا السياق أكد الجانبان على ضرورة التوصل إلى تسوية شاملة وعادلة للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي وفق مبدأ حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية. وفيما يتعلق بملف سد النهضة، أكد جلالة الملك المعظم دعم مملكة البحرين الكامل للأمن المائي المصري باعتباره جزءاً لا يتجزأ من الأمن المائي العربي، وتضامن المملكة الكامل مع جمهورية مصر العربية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها القومي. وأكد الجانبان دعمهما للجهود الدولية لإيجاد حل سياسي شامل للأزمة اليمنية وفق المرجعيات الدولية المعتمدة، كما شدد على ضرورة الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الليبية وأهمية توصل الأشقاء الليبيين إلى حل ليبي دون أي إملاءات أو تدخلات خارجية، وصولاً إلى عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية. كما أكد الجانبان على أهمية تنسيق الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب وتنظيماته ومنع تمويله وتجنيب المنطقة أخطار الأنشطة المزعزعة للأمن والاستقرار. وأعرب الجانبان عن ترحيب البلدين بالقمة المرتقبة التي سوف تستضيفها المملكة العربية السعودية الشقيقة بين قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومصر والأردن ورئيس وزراء العراق مع فخامة الرئيس الأمريكي جو بايدن، وتطلعهما بالتوصل إلى نتائج مثمرة تعزز الشراكة الاستراتيجية بين الدول المشاركة والولايات المتحدة الأمريكية. وبحث الجانبان التدخلات الإيرانية في شؤون الدول العربية، وأكد على ضرورة التزام إيران بمبادئ حسن الجوار وتجنيب المنطقة جميع الأنشطة المزعزعة للاستقرار بما فيها دعم الميليشيات المسلحة وتهديد الملاحة البحرية وخطوط التجارة الدولية، وأكد على دعم البلدين للجهود الدولية الرامية لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي وضمان سلمية برنامج إيران النووي وتعزيز دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الرقابة والتفتيش. وحول الوضع في أوكرانيا، أكد البلدان دعمهما للجهود الدولية الرامية إلى تسوية الأزمة الأوكرانية بالوسائل السلمية
والحوار الدبلوماسي، بما يؤدي إلى حفظ الأمن والسلم في القارة الأوروبية والعالم، وتأكيداً على رغبة البلدين في تعميق التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين. تم خلال المباحثات التوقيع على عدد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية في عدد من المجالات، وسوف يصدر بيان مشترك حول نتائج المباحثات، وسيتم توزيعه على وسائل الإعلام. شكراً. نشكر سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد السياني وزير الخارجية على ما تفضل به. أصحاب المعالي والسعادة، أما الآن ندعو معالي السيد سامح شكري وزير الخارجية بجمهورية مصر العربية الشقيقة للتفضل بإلقاء كلمته مشكورا. معالي الوزير الأخ العزيز زياد، شرفني أن أتواجد اليوم في مملكة البحرين الشقيقة بمناسبة زيارة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مملكة البحرين، استجابة لدعوة مقدرة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين. قد شهدت الزيارة مباحثات مثمرة ومعمقة بين قيادتي البلدين في مختلف المجالات، حيث تمت مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها ودعمها، خاصة في جانبها الاقتصادي. كما تم بحث كيفية زيادة حجم التجارة البينية ودعم حركة الاستثمار وزيادة التعاون بين البلدين في مجالات السياحة والطاقة النظيفة والبيئة والتعاون المالي والنقل وغيرها من المجالات. وتوجت هذه المباحثات بالتوقيع على عدد من مذكرات التفاهم وبرامج التعاون بين البلدين في المجالات الاستثمارية والبيئية والقضائية وغيرها من مجالات محل الاهتمام بين البلدين كما ذكرتم معاليكم. كذلك تم مناقشة أهم القضايا والأزمات الإقليمية والدولية وكيفية التنسيق المشترك بين البلدين للتعامل معها في إطار من التقارب الواضح في الرؤى والانطباق المشترك من إيمان البلدين بضرورة التكامل العربي لحماية وتعزيز المصالح العربية وصون الأمن العربي المشترك الذي ننظر إليه باعتباره كل لا يتجزأ، بما يستلزم تضافر كافة الجهود والقدرات العربية للدفاع عنه وحمايته أمام مختلف المهددات، لا سيما في هذا التوقيت الذي تعصف فيه بالعالم أزمات مختلفة تحمل أثارا سلبيا على مختلف النواحي الأمنية والاقتصادية والسياسية للعالم أجمع، وتهدد بالتالي منطقتنا التي لا تنقصها الأزمات والتحديات. ركزت المباحثات على سبل مكافحة الإرهاب وتنظيماته ومنع تمويله وتجنيب المنطقة الأنشطة المزعززة للأمن والاستقرار بكافة صورها. لقد أكدت الزيارة مرة أخرى والمباحثات الأخوية التي شهدتها بين السيد الرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي وحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة على توافق وجهات النظر بين البلدين في مختلف الملفات، وعلى عمق العلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، وهي علاقات نعتز بها أشد الاعتزاز ونحرص دوما على دعمها وتطويرها في كافة المجالات. وأود أن أنتهز هذه الفرصة لأعرض عن التقدير والامتنان للأشقاء في البحرين على الحفاوة البالغة وحسن الضيافة ولمسناه من ود ودفء صادقين خلال كافة فعاليات الزيارة، وأن أنقل أمنيات الشعب المصري لأشقائه في البحرين بدوم الاستقرار والأمن ووافر الرخاء. وكما كان الحديث دائم فيما بين جلالة الملك وفخامة الرئيس، وأن هناك رباط خاص فيما بين الشعبين وبين القيادتين بما يسمح لهما بأن يتناول كل الأمور بشفافية وبإخلاص في إطار خدمة مصالح البلدين والشعبين الشقيقين. وهذه الروح التي تسود دائما وحكمة جلالة الملك في تقدير الأمور والتوافق في الرؤى فيما بينه وبين فخامة الرئيس هي سمة لهذه العلاقة الوثيقة المبنية على روح حقيقية، ليس فقط من الاحترام المتبادل ولكن أيضا المحبة العميقة التي تربط القيادتين والشعبين الشقيقين. أتمنى لدولة البحرين كل الازدهار والرفاهية، وكانت فرصة أيضا للقاء والتباحث فيما بين فخامة الرئيس وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء
وإن شاء الله سوف تشهد المرحلة القادمة مزيد من التواصل والزيارات المتبادلة على أعلى المستوى لتفعيل كل ما تم الاتفاق عليه خلال هذه الزيارة من اتفاقيات ومذكرات تفاهم. فكل من الأجهزة التنفيذية مهتمة اهتمام بأن لا يكون فقط حديثنا فيما يتعلق بأمنيات، ولكن في تفعيل كافة الإجراءات التي نتفق عليها من أجل الارتقاء بالعلاقة للمستوى الذي يطمح إليه الشعبين الشقيقين. شكرا جزيلا. نشكر معالي السيد سامح شكري وزير الخارجية بجمهورية مصر العربية الشقيقة على ما تفضل به. أما الآن فنفتح باب الأسئلة أمام ممثلي الصحافة ووسائل الإعلام، رجاء ذكر الاسم والجهة. الباب مفتوح.